ثوبها فربطه بوسطها وهي جالسة، حتى إذا قامت انكشفت سوءتها وضحك اللعين وقال: إذا كنت امتنعت فقط عن تعرية الوجه ها أنا عريتك. الشياطين الشياطين شياطين هم الشياطين. فصاحت المرأة المسلمة: ومحمدا وإسلاما. فوجد في السوق رجل مسلم واحد فهوى بسيفه على اليهود فقتله، فاجتمع اليهود فقتلوه، فكان أول شهيد من أمة رسول الله ترتقي روحه إلى الملأ الأعلى في مجابهة المسلمين لليهود، كان شهيد الحجاب. الحجاب حجاب، اسمع له حجاب، اسمع له. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام زين فأحاط بهم حتى أجلاهم إلى أذرعات الشام، لأنهم غدروا غدروا، أجلاهم إلى أذرعات الشام، أغلبهم مات قبل أن يصل، أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذو هما بنو قيظة، هذو الشام. بنو النضير يعني أكدوا على مسألة ترسيخ هذه المعاهدة، وكانوا يظهرون بعد بني قينقاع أنهم على العهد ولا يغدرون. فشاء ربك أن يفضحهم بسرعة. الغزوة اسمها بن النضير، نزلت فيها سورة، اسمه سورة زيدوا الحشر، الله يجزيكم الخير اللي تكلمنا عليها المرة الفايتة، سورة الحشر. فعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه كان من جملة الذين نجوا، الناجي الوحيد في القراء السبعين الذين انتدبهم رسول الله إلى بني عامر فقتلوا جميعا، وهذا أطلق سراحه وقد حلق رأسه، حلقوا رأسه وأطلقوه حتى يذهب بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه كما يزعم سيدهم هذا الطفيل بن عمرو، كي يزعم أنه إنما فعل ذلك تقربا ودار هذا الشيء زعماء. فلما كان في طريقه عمرو بن أمية الضمري إلى المدينة يذهب إلى رسول الله ليوصله هذا الخبر المفجع، وهو قتل 70 من القراء. شوف غي أحد قتلوا 70 أمورها 70 عاودك فيها خيرات الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو في الطريق التقى برجلين من بني عامر، رجلين، فاستغفلهما فقتلهما. هو يريد أن ينتقم لقتل الصحابة، وهو لا يعرف أن بني عامر هؤلاء عندهم معاهدة مع رسول الله، معاهدة. يا رب يا رب يا رب. فوصل عمرو فأخبر النبي بما وقع للقراء رضوان الله عليهم، وأخبره أنه قتل رجلين كان عند رسول الله قبل ذلك. فقال: قتلت رجلين من قبيلة لنا معها معاهدة، لنودين الرجلين، أي لنؤدي اسمه دية للقوم هذا. فلما أراد إن شاء الله أن يجمع المال لتأدية الدية للرجلين القتيلين، ذهب إلى بني قر، إلى بني نظير. بني النظير اسمه، كانت بينهم معاهدة على أساس أنهم زين يتناصرون ويتساندون في مثل هذه الأمور. إلى واحد اليهودي يا كاسدي كان محتاج لشي معاونة ولا يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم متكافلين يعني عندهم واحد المعاهدة في المدينة، واسمه هي أن ما يصيبنا يصيبكم، وأنه إذا أصيب أحد الطرفين بمصيبة يتكافتف الجميع من أجل التخفيف يعني الآخر، لأنهم ساكنين في مدينة واحدة، كما نقولوا وطن واحد، عندهم حقوق الواجبات واحدة. هكذا كانت تقول مثلا الوثيقة تاع المدينة إن شاء الله تبارك وتعالى. فخرج رسول الله، هو الشاهد بتاعنا، خرج مع أبي بكر. شوف دائما دائما قضيتنا قضية أبو بكر، يا كلمة احنا قضيتنا قضية أبو بكر، مش السيرة عنا، أنا القضية تاع الخليفة، مدرسة الجهاد باش الإنسان يكون عار. فخرج رسول الله مع أبي بكر وعمر وعلي متجهين إلى بني النضير،
فاستقبلهم بنو النضير استقبالا كبيرا يظهرون الحفاوة. فقال لهم رسول الله: تدرون لماذا جئناكم؟ إن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين لنا معهم عهد، فسنؤدي الدية عنهما. جئناكم بناء على المعاهدة التي تربطنا معكم أننا نتكافل في كل الظروف، في ظروف السراء والضراء، لكي تعينونا على مسألة الدية. قالوا: مرحبا، نعينك. الله يا ودي، الله يا ودي. محمد كما يقول مرحبا بكم، وغادي نديروا. فأسند النبي ظهره على حائط ينتظر الإعانة التي تأتي من يهود بني النضير. وبدل أن يبحثوا ويجمعوا الدية ويعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتحاورون كيفية القضاء على محمد، يقتلونه، اغتيال النبي. فقالوا: من يريحون من محمد؟ الفرصة مواتية، هو الآن يسند الظهر على الحائط، من يتصور الحائط ويلقي على رأسه صخرة يرضخ بها رأس محمد فننتهي. اليهود هم اليهود، شيمتهم الغدر، قتلة الأنبياء. ولذلك إذا كانوا الأنبياء يقتلون، فين عاد انتم عاد ولا شنو قاعد؟ لا إله إلا محمد رسول الله. قال عمرو بن جحاش: أنا أقوم بالعملية. أنا عمرو بن جحاش أحد يهود بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن جحاش يتهيأ للصعود على الحائط في غفلة من رسول الله، ينزل جبريل من السماء ويقول: قم فإن بني النضير كادت وقررت ومكرت، تريد أن ترضخ رأسك بحجارة، والذي انتدب للعملية انبعث أشقاه عمرو بن جحاش، اذهب إلى المدينة. أبو بكر جالس منا، عمر منا، علي منا، وسيدنا النبي هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم، واسمه ده تحامل، وقف ثم سأل. أش قال أبو بكر الصديق وسيدنا عمر؟ قالوا: اسمه مش هاي دور، يقضي حاجته. شي حاجة انت جاي باش تدي المعاونة، وقال لك مرحبا بك. سيدنا النبي ينوض ويمشي. سيدنا أبو بكر الصديق واسمه بقى جالس، سيدنا عمر بقى جالس، ناضوا يعني هكذا وقفوا. لكن النبي طالت غيبته. قالوا: أين ذهب رسول الله؟ فمشى في الاتجاه التي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيا رجلا فسأله عن النبي محمد. قال: هو في المدينة. أحليلي، دخل المدينة، المهمة التي من أجلها جاء يعود دون أن يحققها، وش الشيء هذا؟ فأسرعوا الثلاثة إلى رسول الله. قالوا: يا رسول الله، انتظرناك، المهمة التي من أجلها ذهبنا، ثم تقوم مسرعا تعود إلى المدينة دون تحقيق رغبتك. قال لهم: غدرت بنو النضير. غدروا. نزل جبريل يخبرني بأنهم بدل أن يتكافلوا معنا ويطبقوا بنود معاهدتنا معهم، قرروا أن يرضخوا رأسي بالحجارة، بل انتدب لذلك عمرو بن جحاش. قالها جبريل. يا لطيف. وأبو بكر يتعلم حقيقة نفسية اليهود. أنا هذا عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كيدير له هكذا، فمن باب أولى يعني باش يعرف الإنسان يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشه كما تعرفون وحاصرهم. شحال؟ شحال؟ 15 يوم، 17، 19، على خلاف الروايات. ثم قطع النخل ما قطعتم من لينة أو تركتموها،
وبعد ذلك نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أجلاهم إلى أرض الحشر أي الشام. قال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وهكذا الآيات. وانتم تعرفوا بإلا حينما حاصرهم رسول الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ما تخرجوش، جلسوا رحنا معكم. عبد الله بن أبي سعيد: جلسوا أنا معكم، ثبتوا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن يخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في هذه الصورة تتحدث عن نفسية اليهود جبناء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة وراء جدر، وهو الذي لا زالوا عليه للآن، يبنون الجدر ولا يقاتلون المسلمين وجها لوجه. وكيف يجرؤ إنسان لا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقاتل رجلا يحب الله ورسوله هكذا بغير جدار؟ لا، لا بد له من جدار، لأنه واسمه هي الحياة نتاعو، هي الجنة نتاعو، هي الدنيا، هي الدنيا، أنا خصو يحافظ عليها. أما المسلم، ما المسلم هذا عنده رغيفين، هذه ما عندوش كاع، هذه غيب ولغى، هذه غيب ولغى. إذن هذا الدرس أخذه أبو بكر الصديق، وهو معرفة نفسية اليهود، والتي تتميز بالجبن والخوف ونقض العهود وغدر الرسل ومحاربة الوحي. وهذا الذي تعرفون لحد الآن، هو ما تبدل حتى شي حاجة. المشكلة هو مشكلة نحن المسلمين الذين تركنا وثيقة من أعظم الوثائق التي أنزلها الله، الذي يعرف نفسية من خلق. نحن الآن صحبنا الإسلام من المعركة، هم يقاتلون بناء على دين ولو كان مزورا، يجمعون على أساسه اليهود من العالم كله، وإحنا المسلمين أعوذ بالله مفرقين على هذا يهود، هذا عربي وهذا كردي وهذا كذا، ولم نقاتل تحت راية الإسلام. فنحن نقاتل زيد مجردين من سلاح الإيمان، يعني نحن ندخلون معركة من الأول خاسرين، يعني من الأول الورقة تاع القوة تاعنا سحبناه. اللي قصدناه هو أن أبا بكر في هذه الغزوة بني النضير عرف نفسيات هؤلاء. بالنسبة إن شاء الله تبارك وتعالى لبني المصطلق، غزوة بني المصطلق، تعرفوا غزوة بني المصطلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج لتأديب هؤلاء، وكان صلى الله عليه وسلم اختار القائد ديال المهاجرين فأعطاه الراية. من الذي حمل راية المهاجرين في غزوة بني مصطلق؟ أبو بكر الصديق. بني مصطلق، من الذي حمل راية يعني القائد، الله، القائد الأعلى للمجاهدين في بني المصطلق بالنسبة لفريق المهاجرين شكون هو؟ أبو بكر الصديق. راية سوداء كبيرة فيها الله أكبر ولا لا إله إلا الله ولا مرة عشان. وكانت الراية ديال الأنصار سلمها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة. فلما وصلوا إلى هذه القبيلة، ومنها غادي يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة سيدها إن شاء الله تبارك وتعالى، أم جويرية بنته الحارث رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. فلما وصل قال النبي لعمر: يا عمر نادي فيهم أن يوحدوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى قبيلة قبل صلاة الصبح ينتظر إلى أذان الصبح، إذا أذن للصلاة كف عنهم، وإذا لم يؤذن فيهم قال: يا عمر نادي فيهم أن ينطقوا بالشهادة، قولوا لا إله إلا الله. فلما لم يؤذنوا صرخ عمر من أعلى: قولوا لا إله إلا الله، تعصموا دماءكم، كذا وكذا، لأنهم كانوا سيغدرون.
فرفض الجميع وقرروا القتال. قرر بنو المصطلق القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يهجموا، فكانت موقعة فيها من البركة الشيء العظيم. أولا لقد قتلوا عددا وأسروا العدد الآخر ولم يخسروا إلا، احنا نقولوا خسارة هذا باللغة ديال الدنيا، ولم يستشهد من الصحابة إلا رجل واحد. يعني اكتساح. القائد شكون كان؟ أبو بكر الصديق. القائد شكون كان؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وارضاه. هذا عن بني المصطلق. بعد ذلك الخندق. تعرفوا غزوة الخندق؟ تعرفوا غزوة الخندق؟ غزوة الخندق تعرفوا؟ وهي حينما زين غادر اليهود من جديد، ياك وجمعوا شكون؟ الأحزاب. كتسمى نزلت صورة تسمى في صورة الأحزاب. والغزوة تسمى غزوة الأحزاب ولا غزوة الخندق؟ ما معنى الأحزاب؟ أي أن اليهود حزبوا الأحزاب. جابوا شكون؟ غطفان. وجابوا شكون؟ قريش. وجابوا شكون؟ اليهود في زيد في جيش واحد، وأرادوا أن يهجموا على المدينة ويستأصلوا شأفة المسلمين. زيد واليهود منين جاوا؟ أمورهم بني قريظة. والعياذ بالله. وشكون اللي كان باقي في مال تاع اليهود؟ شكون باقي؟ بني قينقاع مشاو، بنو النضير مشاو، شكون باقي؟ بنو قريظة. وبنو قريظة فين كانوا؟ كانوا في ظهر المسلمين. يعني شوف العدو يجي منا، ايوا المجاهدين غادي يخرجوا هنا يخليو نساهم. وشكون اللي كاين منا؟ بنو قريظة. ولطيفة لطيفة لطيفة. أعلى مشكلة يعني كما نقولوا، وقعت المدينة في كرب شديد. أحاطت بها الجنود إحاطة السوار بالمعصم. والله تعالى يصف ما عاشه المسلمون من خوف ورعب مزلزل. يقول سيد ربي سبحانه عز وجل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله أكبر. زلزلوا زلزالا شديدا. حصار. وبينما هم تأتيهم الأخبار بهذه المسألة، ياك جاء سلمان وهم يتناقشون حول كيفية مجابهة هؤلاء، فأشار علي بحفر الخندق. ماذا كان يصنع أبو بكر في حفر الخندق؟ مالك. لقد ساهم أبو بكر في إنجاح عملية حفر الخندق. كان يشجع الناس، وكان رضي الله عنه هو وزير رسول الله يحمل التراب في ثوبه. كان يحمل التراب في ثوبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويحرض الناس. وأبو بكر لعب دورا مهما في إنجاز مهمة حفر الخندق في الوقت المناسب. يواصل الليل بالنهار. أبو بكر كان يستشعر أن قضية هذه الأمة هي قضيته، قضية هذا الدين هي قضيته. كان رضي الله عنه يحمل التراب كما ورد في ثوبه. يحفر ويحمل التراب، يحفر ويحمل التراب، زين، ويشجع الناس ويحرضهم على الإسراع، على القيام بالواجب. الله أكبر. وبينما هم كذلك، أنتم تعرفوا القصة، إذا بالخندق يصادف فيه الصحابة وهم يحفرون حجرا صلدا كالصفوان، ولا ما قدروش يقلعوه، ما غاديش يحيطوا المدينة من هاد الجهة بخندق عنده العرض طويل وعنده الغرق. هذيك الخيل اللي تجي لا تستطيع أن تخترقه لكي تصل المدينة، يعني تأمين المدينة من الشمال. ها؟ الجنوب مشكلة، لأنهم كيقولوا بلي بني قريظة راه مازال عاد عندهم معنا
لا فحينما وجدوا تلك الصخرة الصحابة لم يستطيعوا كسرها، فاستنجدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر حاضر، اسمع يا للهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وسمى الله وأهوى بالمعول على الصخر حتى تطاير كثيبا مهيلا، تفتت وطلع هكذا، وبزغ من الصخر نور أضاءت له قصور بصر الشام. حتى الله أكبر الله أكبر، لقد أوتيت مفاتح المدائن بكسرى. أو رب أبو بكر يسمع كيف، إحنا الظلمة والبرد والجوع والواحد ما يقدرش يخرج من هالمكان، ما يقدرش تقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب ويقول لك لقد أوتيت في هذه الوقيتة مفاتيح قصور المدائن البيضاء ورب رب رب انت كسرى. ثم يهوي في المرة الثانية وأبو بكر ينظر، فيتحول إلى كثيب مهيل يملأ الأرجاء، ويخرج ويسطع منه نور يبرق يخطف الأبصار، والنبي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أوتيت مفاتيح قصور هرقل الروم. سقطت، شوف هو يحفر هنايا والمدينة محاصرة. اسمعوا يا المسلمين اللي راكوا تعيشوا الظلام، لابد للفجر أن يعقب الظلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر سيكون بعد هذه. أثبت ثبت على دينك، ثبت على دينك، اعمل للإسلام وروح على ربي. الإسلام راه منصور منصور، اعمل للإسلام، اعمل للإسلام يا أخي الإسلام، اعمل للإسلام، دير اللي قديت عليه، صلي صوم بر الوالدين، دير الخير اللي تقدر، دير الخير، اقبض في الدين، اقبض في الدين ديالك. وتيتو مفاتيح قصور يعني الشام الروم. ثم يحمل في الثالثة ويهوى، ويتطاير شرر هاتي الأحجار وتتحول إلى كثيب مهيل، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أوتيت مفاتيح قصور صنعاء باليمن. ثلاثة، اليمن والشام والعراق مع خراسان ديال كلها أوتاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من سيدنا أبو بكر ولا خليفة المسلمين وسير الجيوش إلى الروم وإلى الفرس وإلى اليمن وإلى فلسطين وإلى وإلى، كان يعمل وفق ما رأى من بشريات تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش يطلق من الفراغ، راه هو الخليفة دياله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله يا رب الكريم. أما في بني قريظة فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن بني قريظة قد خدعوا وغدروا، وأن سيدهم حيي بن صفية بن حيي بن أخطب سيد بني النضير غدر وخدع وجمع هؤلاء ضد المسلمين. فلما إن شاء الله تبارك وتعالى انتهوا من غزوة عرض من غزوة زيد الخندق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستريح، نزع سيفه وغير، فنزل جبريل قال لقد وضعت سيفك، نحن ما وضعنا سيوفنا، فأشار إليه إن شاء الله تعالى زيد في اتجاه بني قريظة الذين غادروا، يعني الفئة الثالثة نتاع اليهود التي غادرت وتآمرت. وشكون اللي سلك المسلمين إن شاء الله تعالى من اليهود وسلك نساهم من شكون؟
المسلمات، وعلى رأسهم شكون؟ امرأة أم سليم، هي التي كانت تحمل خنجرا، وجاء أحد اليهود لكي يجرب ما إذا كانت هذه الجبهة رخوة يمكن أن ينفذوا إلى المدينة من هذه الجهة لكي يفعلوا بنساء المسلمين ما يفعلون. ها، وإذا بها رضي الله عنها تهوي عليه بصخر وتقتله. ها، فماذا قالت يهود بني قريظة؟ أشغلوا، لا قبل لكم من هذه الجهة، راه كاين الرجال، محمد راه ما خلاش حتى جهة خاوية، راه محمد راه خلاكم انظونايا ويحاكم ويحاكم ويحاكم. فقذف في الله في قلوبهم الرعب، وتعرفوا كيفاش الله تبارك سخر نعيم بن مسعود وأسلم في تلك الليلة وقام بالتخذيل بينهم، إلى أن سلط الله عليهم تلك الريح العقيم واقتلعت الخيام وقلبت القدور، حتى قال أبو سفيان لا مقام لكم في يثرب فارجعوا. فرجعوا مدحورين ونصرهم الله وكفى الله المؤمنين القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستريح، قال له نحن ما وضعنا أسلحتنا، فأشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه الوقت باش يمشي إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى يجمع الناس، قال لهم اسمعوا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يدعوهم إلى التعجيل للخروج إلى بني قريظة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يهمنا إن شاء الله، حينما جيء بهؤلاء وهم مكبلي يعني بل يعني حينما أراد أن يحكم عليهم قال بني قريظة، قال لهم أترضون أن نحكم فيكم رجلا هو من مناش عنده معكم إن شاء الله حلف؟ شكون هو هذا الرجل؟ شكون هو؟ الذي جرح في الخندق وكان يمرض في خيمة رفيدة رضي الله عنه، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز العرش لموت سعد. لا إله إلا الله. قالوا حكم فينا حليفنا سعد. قال لهم يترضون بحكم سعد؟ قال لهم ائتوني باش بسعد بن معاذ. سعد بن كان دعا الله تعالى وقال اللهم إن كان هذا آخر لقاء لي مع قريش فافجره، يعني أستشهد من هذا، وإن كان قد بقي لي يعني شي لقاء أجبره، ولكن إذا كان هذا آخر لقاء لي بقريش زيد فلا تمتني حتى تقر عيني ببني قريش. إلا ما بقى لنا شي لقاء وشي مجاهبة جبهة عسكرية مع قريش يعني الدنيا أنا ما صافي، أنا كان عندي المقصود هو هذا قريش أعداء النبي الذين أخرجوه من دياره، فهو حانق لكي يقاتلهم أبد الدهر، لكن إلى ربي كمل هذه المعركة أفجره أنا صافي، يعني المهمة تاعي كملت. لكن إذا كانت هاتي هي آخر لقاء فلا تفجره حتى تقر عيني، ويشاء ربك أن اختاره بني قريظة لكي يحكم فيه. وجيء به على حمار. ركبوا خرجوا من ذيك الخيمة أنت رفيدة رضي الله عنها، وجيء به، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد قال قوموا إلى سيدكم، وقفوا لسيدكم. فقام الصحابة قيامة تكريم لهذا الرجل الصادق، هذا الأولياء، هذا الأحباب اللي من يذكرهم تتنزل الرحمات، هذول اللي عاشوا لله وللإسلام. ما أصغرنا وما أحقرنا، صغرنا وحقارتنا بزيد من شاؤها واسمه من شاؤها واسمه. غايتنا التي من أجلها نحن نعيش لمن؟ للدنيا، والدنيا وش حال لا تساوي، إذا غير تعيش للدنيا
لا حول ولا قوة. السيد كان يتمنى أنه إن شاء الله تعالى أن يحييه الله تعالى زين لكي يقاتل قريش التي أخرجت النفس، لكن إذا كان المولى قد أنهى هذه المواجهات فالله تعالى جاب هذا البركة نتاع هذا السهم الذي أصابه هنا أن ينفجر، لكن لا ينفجر حتى تقر عينه ببني قريظة. قال قوموا لسيدكم، فقام الصحابة. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وذوك الوزراء ديالو راكم عارفين يعني، ومن هنا واسمه الأنصار خوته، ومن هنا شكون؟ المهاجرين. هو فين وقف؟ جا هنا بالحمار هاك 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 ودار النبي صلى الله عليه وسلم مور ظهره، وهو يشوف فين؟ يشوف المهاجرين في الأنصار والمهاجرين من هنا. قال له لقد رضيت بنو قريظة وأنت حليفها أن تحكم فيها. أش كيدير لهم الآن سيدنا سعد وأبو بكر الصديق؟ ينظر إن شاء الله تبارك وتعالى لها اليهود الغدارين، وسيسمع الكلام المزلزل من سعد ومن سيدنا رسول الله معلقا على حكمه. يقول لهم سيدنا سعد على الحمار وكيشوف هذا، قال لهم حكمي هكذا، يشوف هذول الأنصار، حكمي يا معشر الناس يسري عليكم لا اعتراض. قالوا لا اعتراض الأسرى الأنصار، قالوا لا اعتراض لنا، حكمك سيدنا رسول الله لا اعتراض وحكمتك. يدور شوية هكذا على الحمار ويشوف ذلك فاش المهاجرين يدلهم، وأنتم إذا حكمت عليهم حكما حكمي ساري المفعول، أنتم هل حكمي يسري عليهم؟ قالوا طبعا. شكون اللي بقى له درك؟ شكون بقى؟ اللي راه موراه. غادي يدور بالحمار ولا ما يدور؟ ما يدور. تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهؤلاء أحكمي يسري عليهم؟ تعظيما لرسول الله ما دارش فيه، وقالوا كما يدير الاخرين هاك هاك. شو الادب؟ بقى هاك لك على حمار ومتوجه لك الجهه، وخلى النبي مورا يقول وحكمي اذا حكمت يسري على. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم احكم بما شئت حكمك سار عليهم. قال إني أحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأخذ أموالهم. واليهود السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا والذي بعثني بالحق لقد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ما زدت على ذلك. با 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 المفسدين في الأرض، المفسدين في الأرض، قتلة الأنبياء. ولما بدأ التنفيذ صافي، ولما بدأ التنفيذ يعني جيء بحيي بن أخطب، لا حيي بن أخطب يمكن فر لخيبر يعني الفلول التي فرت، ولا حيي بن أخطب نعم جيء به يعني أيديهم مغلولة إلى أعناقهم لتضرب أعناقهم. أسلم اثنين منهم، أسلم اثنين عاصموا دماءهم. سيدنا أبو بكر ينظر إلى هذا الرجل الذي امتلأ حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به فوقف قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حاله احنا ندعوكم إلى، قال له أنا لا ألومك يا محمد، احنا عارفين كل شيء وعداوتي لك سارية، ما ندمش ولا جهل. قال له إنما هي ملحمة كتبت على بني إسرائيل. يا ودي توب، يقول لا
هي ملحمة كتبت على بني إسرائيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر إلى آخر. قال له هو من جاي تقتل واسمه، قال له غادي نبي صلاة بدي بنته يا كسيدي صفية يعني سيد بني 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 النظير. قال له يا ودي زعما شفت شوفك؟ قال له لا ألوم نفسي في على عداوتي، وإحنا عارفين الحقيقة، ولكن ملحمة كتبت على بني إسرائيل. واحد السيد منهم، شو سبحانك يا جليل العجب، واحد السيد منهم يعني أجاره أحد من المسلمين دار فيه الخير، جا عنده قال له أنا عندي يد عليك وكذا، مش عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا كانت له يد عليك كذا وأنا أجرته، قال له أجرنا من أجرت، يعني أجرنا من أجرت، صافي ما عندنا ما ندير. وجاء هذاك اللي يطلب الجوار على ذاك المسلم، قال له صاحبي الخر، صاحبي الخر، صاحبه واش توا؟ قالوا لا هذاك قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحق موسى عليك الا ما الحقتني بصاحبي، يعني بعد ما اجاره طلب باش يقتلوا النبي باش يلحق صاحبه. اوه يا بلعب. فجاء الى رسول الله فقال يا رسول الله الذي اجرته استحلفني بالله ان تلحقه بصاحبه، قال نلحقه بصاحبه، فالحقه بصاحبه. شو اليهود يعني؟ الله يا ربي يا رب. وأبو بكر الصديق ينظر إن شاء الله تبارك وتعالى، فلما عاد على حماره سعد بن معاذ بعد الحكم وأدخل إلى خيمة رفيدة، إذا بجبريل ينزل على النبي وهو في بني قريظة مازال، أدرك صاحبك فقد استشهد وانفجر، انفجر الجرح وخرج الدم من الخيمة، فاستشهد سيدنا معاذ بن جبل وجاء النبي. شوف شكون أنا قلت؟ سعد بن معاذ يعني استشهد، وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري والصحابة، ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه صلى الله عليه وسلم، ومن بعد سبحانك يا جليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشييع جنازته رضي الله عنه، وجاء الناس ليحملونه، وكان أحمر وكان عنده واحد شوية الصلعة وأحمر ووسيم، وعنده 33 سنة وسيم وجسيم، شو وسيم وجسيم، وسبحان الله مطاع مسموع الكلمة، سيد الأوس، رجل فاضل متخلق طيب، اجمع كل الخصال والخلايا الطيبة فقد لبسها رضي الله عنه، وكان محبوبا، كان كريما جوادا، قل كل الصفات الطيبة جمعها الله في هذا الرجل، وكان يحبه رسول الله حبا شديدا رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما حمله الناس لتشيعه جاهم خفيف، جاهم خفيف لأنه صحيح صعو، جاهم خفيف، قالوا اسمه، قالوا اسمه، قالوا قالوا هذا راهو اسمه يعني لك عارف ربما يكون من المنافقين وكذا وكذا، فتكلموا بهذا الكلام. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا تروا، إن الله تعالى بعث 70,000 ملك في تشييع سعد وهم الذين كانوا يحملونه. ثم غا كنتوا دايرين هكذا ايش الدين؟ الله تعالى ارسل من السماء 70,000 ملك لتشيع سعد، وقال رسول الله اهتز عرش الرحمن لموت سعد. واو 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 واو، العرش بتاع الرحمن، العرش ديال الرحمن يهتز. قولوا لي هذا المكان انت حد الناس عند ربيك كان دايره، يقولوا لي الله يرحم لكم الوالد، زعما انا نبقى نشوف انا نقول سبحان الله. اهتز عرش الرحمن لموت سعد، ثم دفن
رضي الله تعالى. وبذلك أن سيدنا أبو بكر ينظر إلى كل هذا، يعرف قيمة الرجال، يعرف طبيعة اليهود، يعرف كيف يحكم الناس بحكم الله في الأرض على الذين يخدعون ويغدرون. فلو أن المسلمين تعلموا هذه الدروس ما قابلوا التعامل بمن يخدعهم ويسلمون لمن خدعنا زمام الأمور. ولكن احنا مازال يعني بعدنا بزاف على 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 زمن الوحي، وبعدنا بزاف على طريقة تعامل الصحابة مع الأعداء في مثل هذه الظروف. سلمنا لهم وخلينا لهم وقتلونا بحقوق الإنسان وكذا وكذا، وبعد مش حقوق الإنسان هم يقتلون المسلمين بلا هوادة وبلا رحمة ويهدمون مساجدهم. ها؟ لكن لكمنا أبو بكر كيف تربى مع النبي في مدرسة الجهاد. وصلنا فين؟ وصلنا إن شاء الله وصلنا سيدنا أبو بكر في غزوة زيد لا وش الخندق ولا لا بني قريظة، بني قريظة إن شاء الله تبارك وتعالى. صافي إن شاء الله المرة الجاية نتبع حتى نوصلوا مع موت النبي صلى الله عليه وسلم.